السلام عليكم، تحياتي إلى متتبعي قناتي من داخل وخارج الوطن. اليوم إخواني أخواتي عن هذا الطبق يتكون من الدجاج وصدر الدجاج وبطاطس وبيض. من بعد نمر إلى طريقة تحضير المقادير. أخواتي، بما أن الزيت عنده أزمة، اليوم رانا درنا لكم هذا الطبق صحي ويكون محبوب لدى الكبار والصغار. صحي 100%، ما فيه لا قليان تاع بطاطا لا زيت، لا نظرا لأزمة الزيت. حنا درنا هذا الطبق ويساعد كل الناس. وها هي المقادير. هنا في هذا القدر درت سمن دجاج، التوابل الخاصين بهذا الطاجين، هذا كاين ملح، كاين زنجبيل، كاين فلفل اسود، كاين كركم. نضع كل شيء مع بعض. نمدوهم يتقلاو فوق النار. وعندنا الحمص من بعد نديروه، وعندنا هاد الكفته تاع الدجاج، التوابل اللي تجي فيها ملح، ثوم، بودره، كمون، فلفل اسود، اصفر، هادو بقى نديرهم هنايا. الملح حسب الذوق، اللي بغى يزيد المعدنوس هنا، اللي ما بغاش ما يديرش معدنوس. اخواني، بعد ما قلينا هذا الدجاج مع البصل والتوابل، نزيد هذا الحمص، ها هو، نزيدو الجزر والطماطم، نبداو نتقليو من بعد نرقو. يعني اخواتي، هاد البطاطا هادي رانا رابيناها، زدنا ليها تاني الزغديه رابي، وهاد الكفته معاها اللي فيها التوابل تاعها. نزيدو البيض، نزيدو شويه فرينه باش نعقدوها، نخلطو الملح، نخلوها ترتاح ونولو. والآن إخواتي، هنا نزيدوا هاد الزيتون، عشرة ريح المعدنوس، شوية زيت، ونفرغوا هذا الخليط. من بعد نتلاقوا اخواتي، وين درناها طيب هاد لاتورت، ها هي في المقلة. كي تطيح مع الطيب نجيبو نقطعوها نديرها مع لاصوص مع الدجاج مع الحمص. ها هي من بعد نتلاقوا. ها هي الان كي قلبناها، دوك نشربوها بالمرقة تاع المرميطة، هذه المرق اللي هنا نشربو بيه، نسقوها هذه، نسقوها هنا. هيا نقطعوها قطع ونقدموها مع لاصوص. أخواتي، نبداو نسقوها، نبداو من المرقة نسقوها. بعد نقدمها في الصحن ونروح. اسمها هادي،
مشيت. هو طبق اليوم اللي بغى يزيد المطارد ولا لاصوص، فهي هذا مطارد نسوش الاشتراك وبالصحة والرحمة.